تابع جانب من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي هو أمام طبعا وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ، دعا إليه لمناقشة قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال. الأكثر من إشارة هامة في خطابه من أهمها مثلا لن نعترف أبدا بإسرائيل كدولة يهودية. أنا معايا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ محمود عبد الرحيم الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أهلا بك أستاذ محمود، وإيه أهم ما لفت انتباهك في كلمة الرئيس الفلسطيني وفي اهتمام الجامعة العربية الآن تحديدا بموضوع القضية الفلسطينية؟ لا يوجد اهتمام من الجامعة العربية بالقضية الفلسطينية، يعني كما تشيرين بأنه يعني شيء جديد أو اهتمام مختلف. القضية الفلسطينية كل فترة بيحصل اجتماعات دورية، كلها يعني واجهت القضية الفلسطينية أزمات وتحديات. انا بسأل على ده، الاجتماع الطارئ ده كان سياقه ايه؟ حضرتك بقى اشرح لنا الفكره منه. يعني الحقيقه محمود عباس من وقت لاخر بيدعو الاجتماعات لوزراء الخارجيه العرب، واستعرض انه في تحرك وفي تحرك على المستوى الدولي. الحقيقه منذ مدريد الولايات المتحده واسرائيل احتكرت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني واصرت الا يدخل طرف ثالث في القضيه الفلسطينيه، ومن ثم اي تحرك يعني دولي يكون برعايه الولايات المتحده وتكون هي الوحيده المتحكمه في هذا المسار. وبالتالي لا جديد، لان هذا الموضوع او طرح فكره سقف زمني لحل القضيه الفلسطينيه سبق وان تحدث فيه محمود عباس، وسبق ان تحرك فيه الامين العام للجامعه العربيه السابق عمرو موسى، لكن الموضوع لم يجد قبول دولي لأن الموضوع مطروق للمفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة ولكن الآن المناخ الدولي مختلف شوية. للأسف المناخ الدولي الحالي ويعني وربما خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ الانتفاضات العربية والربيع العربي يعني أخذت الأضواء من القضية الفلسطينية، والآن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب أو داعش يعني يسرق الأضواء أيضا من القضية الفلسطينية. ولكن بنلاحظ أن في يعني اهتمام أوروبي شديد، والسويد اعترفت بدولة فلسطين، والرئيس عباس الآن تحدث عن الكثير من التحركات البرلمانية في أكثر من دولة، إنجلترا وفرنسا وغيرها، وفي البرلمان الأوروبي نفسه. العبرة بالموقف، يعني طالما ليس هناك قرار من مجلس الامن او من الجمعيه العامه للامم المتحده باعتبار فلسطين دوله مستقله ورعايه المفاوضات ووضع جدول زمني، فلا قيمه لمثل هذه الاعترافات الجزئيه التي لها جانب معنوي اكثر منه مادي على الارض. ما زالت اسرائيل قوه احتلال تسيطر على الاراضي الفلسطينيه، حتى الضفه الغربيه نفسها وقطاع غزه ما زالت تحت الاحتلال. السلطه الفلسطينيه هي سلطه حكم ذاتي وليس سلطه دوله مستقله ذات اعتراف دولي. فكل هذه التحركات ذات طابع معنوي ودبلوماسي اكثر منها ذات جانب ايجابي مادي على الارض. يعني حضرتك مش شايف ان الاجتماع ده هيسفر عن شيء حقيقي؟ يعني محمود عباس في اطار صراعه مع حماس يريد ان يبرز ان هناك تقدم وهناك تحرك، وانه يعني يسعى لحل القضيه الفلسطينيه. فالجانب يعني يخضع للجانب الصراع الداخلي بين حماس وفتح، وليس له يعني طابع عملي، لانه لن يتم حل القضيه الفلسطينيه وهناك نوع من الانقسام الداخلي والصراع الداخلي، ولا يوجد موقف عربي داعم للتحركات الفلسطينيه، لان القضيه ليست بعقد اجتماع وانما بوجود دعم عربي اقتصادي وسياسي للقضيه الفلسطينيه وممارسه ضغوط حقيقيه على الولايات المتحده الراعي الرسمي لاسرائيل. شكرا جزيلا للاستاذ محمود عبد الرحيم الكاتب الصحفي المتخصص في الشان العربي. مشاهدينا فاصل اخر ونعود اليه.